هتكلم زي ما اتكلمت في الفيديو اللي فات عن الحسد، هتكلم معاكم النهارده عن النفاق. النفاق ده حاجه طبيعيه في موجوده في حياتنا، يعني هو بقى شيء طبيعي جدا. النفاق هنلاقي النفاق في الشغل، هنلاقي النفاق في المدرسه بين الاولاد، هنلاقي النفاق بين السيدات الفاضلات اللي هم دايما بيلاقوش عندهم وقت فراغ شويه كده، ان هم ما بيشتغلوش، وهتلاقيهم بيتكلموا شويه كده ويقعدوا بقى نفقوا بعضيهم والكلام ده كله. ده طبيعي ان موجود يعني، بس عشان ما حدش يقول ده مش بحد، ده شيء موجود في حياتنا احنا بنلمسه. هنتكلم عن النفاق في الشغل. دي اول حاجه، دي اكتر حاجه انا بعاني منها انا والناس كتير قوي، مش انا بس، حتى اللي بينافق نفسه بيعاني من نفاقه. النفاق بقى اسلوب للوصول، بقى اداه للوصوليه، انك تقدر توصل لهدفك طالما بتنافق. طيب هنشوف بقى اهداف المنافق ايه. اللي بينافق مديره في العمل، اللي بينافق زمايله، اهدافه ان هو يحقق حاجه هو مش قادر يحققها بشغل، فبيحققها بالكلام. اللي هو ايه؟ صباح الخير يا ريس، والله انت منور النهارده يا ريس، ايه الجمال ده يا ريس، ايه الحلاوه دي يا ريس، وانت اخبار عربيتك ايه، فيها حاجه عايز تعمل، طب تحب اخدها اعملها لك، طب تحب اروح انا اظبطها لك، طب بقول لك مش عارف ايه. هتلاقي بيعرض خدماته بشكل مكثف جدا، بيعرض خدماته ان هو يتعامل بقى مع المدير بقى، او يتعامل مع رئيسه، ان هو يقعد يتمحلسته كده يعني بالبلدي، ويقعد ايه يعني يبين له ان هو بيعزه وبيحبه. وبرده في حاجه تانيه من النفاق كمان، ان هو يقعد بقى ايه ينقل الاخبار بقى، يقول له بقى شفت فلان يا ريس، ما ينفعش، ده انت لازم تاخد معاه موقف، ده شفت عمل ايه، ده بيقول عليك ايه كذا من وراك، عصفوره الله ينور عليك، وانا عارف ان انت هتقول عصفوره. فتلاقيه بيعرض خدماته الشامله، خامله باكج كده مع بعض كده بيعرضها، شويه بقى محلسه على شويه نفاق على شويه كلام حلو على شويه نقل اخبار لزمايله. فتلاقيه دايما بقى ايه المدير برضو لازم برضو يعني يرد لك الجميل اللي انت بتعملهولي، لازم يعني انت هتفضل عصفوره وتعمل، وانا عارف وهو عارف ده عارف، بس بياخد منه استفاده، بيستفاد منه تمام، بيعدل له دماغه، بيعدل له مزاجه، بيروقه، يعني بيقول له صباحك فل كده، بيخلي الصباح بتاعه مزاج تمام. فتلاقي بقى المدير مع الناس التعبانه والشقيانه والشغاله، يا عيني الكلام ده بيحصل مع الستات والرجاله، بس عشان اعرفكم يعني سواء المديره كانت ست او سواء المرؤوسه ست وبتنافق مديرها، فهتلاقي بقى الحاجات الحلوه دي، تلاقي بقى تجيب له الصبح كيكه بقى لو هي مرؤوسه وبتعامل رئيسها، كيكه بقى عاملاها الصبح، دوق يا ريس ده حلوه والله دي جميله. هتلاقيها مش عارف تهتم شويه تجيب له سندوتشين كده وهي جايه، يا ريس انا قلت اجيب من عند فلان انت بتحب من عنده، هم جيب له سندوتشين. هو ده النفاق اللي على ابوه، يعني نفاق اصلي، نفاق يعني تخليك انت ايه كمدير يا سلام متسلطه، ما تلاقي كذا واحد بيخدم عليك، اللي بيجيب لك فطار، واللي بيقول لك كلمه حلوه، واللي بينقل لك الاخبار، تبقى انت سلطان عايش مملكتك يا باشا ومطمن بجد، وتبقى انت بقى كده حاسس انك مسيطر. طبعا بقى مش عايز اقول لكم مكافئات بقى، هتلاقي في فرق في المكافئات بين ده ودون ده، فهتلاقي بقى بعض المزاج كده مش عارف ايه، حاجات حلوه كده برضه يعني. الراجل لازم يشوف حبايبه ويشوف ناس، هو يعني خلاص يعني رجالتي يا ناس، رجالتي يا هو، اسيب رجالتي، لازم اقعد كده اظبط رجالتي واروقهم واجيب لهم اللي هم عايزينه. النفاق، النفاق فين؟ في الشغل. ده النفاق في الشغل، وليه بعض المميزات بامانه، بس ليه العيوب اللي هي ذنوب عند ربنا، انت هتتنفخ ذنوب يا معلم. ليه الواحد ما يتعاملش كده واحد زاد واحد بيساوي اتنين؟ ليه الواحد ما يخش الشغل بما يرضي الله، يتكلم كده بما يرضي الله ويخليه في حاله وينتبه لشغله؟ ما بيحصلش. خش عليك الواحد المكتب تلاقيه ايه بيسك فلان غسله وعمال يجيب في سيرته، يا عم كبر دماغك يا عم، بيسيبك بقى مش مشكله. واول ما يخش فلان ده حبيبي وبص واحضان، انا والله العظيم بيجي لي ذهول حقيقي. في بعض الاخطاء انا برضو يعني الواحد بيعترف، بعض الاخطاء الواحد بيبقى متضايق من شخص فتلاقيه بيقعد يتكلم غصب عنه، بس بقى مش اول ما يجي مبايظ فيه وحاضن فيه، لا خليك على ثباتك بقى، ما انت غلطت الغلطه وتغفلت كده مش واخد بالك والشيطان ضحك عليك وبدات تجيب في سيره فلان، طب خلاص بقى يا اخي، اما تقابله ما داش بقى تبص وتحضنه وتطبطب عليه وانت حبيبي وانت، لا يا حبيبي اثبت بقى على موقفك بقى، خليك زعلان منه بقى وايه، وعامله بقى المعامله اللي انت تفهمه ان انت زعلان منه، يمكن هو يحس ويعدل، وانت ربنا يتقيك من شر الذنوب اللي بتاخدها في انك تنافق او تقول غلطه بسيره او تتكلم عنه بسيره مش حلوه. ف
فده نفاق في الشغل. وناس بتوصل اقسم بالله بتوصل، يعني في ناس اعرفها والله والله كانت بتروح، يعني بص عايز اقول لك بتنقص تبوس المدير في بقه. سوري يعني انا اسف بجد والله، دي راجل كده لازم يروح يبوس في بقه، يعني اديني بوسه بقى يا ريس، ده انت حبيبي يا ريس. هو ده اللي بيحصل يا جماعه. تعالوا بقى النفاق، هتلاقيه بين الاخوات نفسهم، ده بينافق ده وده بينافق ده. النفاق طول ما النفس البشريه فيها الروح او جسد فيه الروح، هتلاقي الواحد نفقات النفاق بدرجات بامانه، وكل واحد فيه عنده درجات. في واحد منافق جدا بقى وياخد ايه، ياخد كاس العالم من النفاق، او ياخد اكبر جايزة للنفاق العالمي. وفي واحد ليه بينافق يعني ايه قده كده مضطر، يعني بيقع في الذنب وبعد كده بيستغفر ربنا وبعد كده بيحس ان هو وقع في ذنب فبيقولك انا تبت الى الله ومش هعمل كده تاني. النفاق بقى بين السيدات الفاضلات اللي ممكن تتكلم في التليفونات عندها وقت ما بتشتغلش، وولادها في المدارس، فتلاقي بقى بتنافق دي وتكلم دي وتقفل التليفون مع دي وجايبه في سيره دي وتقعد تقول لي دي ده انت قمر، ده انت حبيبتي، ده انا بحبك، ده انا برتاح لك اكتر من فلانه، ده انا. النفاق يا ساده باب للذنوب. وانا بتمنى مش بنصح الناس بس، انا بنصح نفسي ان ربنا يكفينا شره وان ربنا يبعده عني. وكمان فين النفاق بين الزوج والزوجه؟ هتلاقي الزوجه ايه بقى؟ يا سلام، بين جوزها انها بتحبه وبتموت فيه، وهي اول ما يخرج روح لها ما ترجع، تقول يا حبيبتي روح يا رب ترجع بالسلامه وترجع لنا كده سالم غانم قادر يا كريم. نفاق نفاق تقعد بقى تتمحلسه عشان عايزه مش عارف ايه، فتقعد تقول له كلمتين حلوين على مش عارف ايه عشان تاخد منه ايه عشان تجيب ايه. هي دي النفاق، هي دي الحياه للاسف. كلنا منافقين بس عشان نريح بقى نفسنا، بس كل واحد بدرجات متفاوته الا من رحم ربي، دي استثناءات. لكن كلنا بننافق وكلنا لينا اهداف معينه في النفاق مختلفه عن التاني، مش كل واحد اهدافه، في واحد اهدافه بس يعني ياخد مصلحه كده وخبست ما يأذيش حد، وفي ناس تانيه ياخد مصلحه ويأذي ناس تانيه، وفي واحد مصلحته يأذي ناس تانيه اساسا من غير ما يكون له مصالح. فربنا يعافينا. انا على قد ما اجتهدت قلت الكلام ده، وهنبدا سلسله يا جماعه تابعوني، سلسله عن الاخلاقيات السيئه اللي موجوده في مجتمعنا، سواء مع الراجل سواء مع الست سواء مع الاطفال. الاطفال بقى طبعا انا بشوف الكلام ده، هتلاقي اطفال مش عارف ايه بتحب دي بتحب زميلتها اكتر من دي فلازم تقرب لديت، وتدي الثانيه ادم بتحب ما تحبهاش، تدي الثانيه بقى سفين، والكلام ده كله. ربنا يعافينا يا رب. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش سبسكرايب واللايك والشير. كان معاكم هاني حفظ الله وامنه، وربنا يرحمنا من المنافقين والنفاق واهل النفاق. السلام عليكم ورحمه الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.